هذا سائل يقول: هل صحيح إذا أنقذت رجلا أو امرأة يكون الرجل والمرأة إخوة لي، ولا يجوز أن تتزوج المرأة، ولا يجوز لي أن أتزوج المرأة؟ هذا كلام عند العوام، ما هو بصحيح. إنقاذك لها ما يجعلك محرم لها، ولا يحرمها عليك، ما يحرمها عليك ولا يجعلك محرما لها. وإنقاذ المرأة وغيرها من يقع في هلكة، هذا واجب، واجب على الإنسان إنقاذ من وقع في هلكة، سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يسبب هذا المحرمية أو الحرمة كما يظن العوام. نعم.